أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار عن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية للعقدين المقبلين. وطرح البرنامج مع جهات وطنية متميزة لأول مرة، ومنها جامعة الملك سعود وأيضا جامعة الملك فهد للبترول والمعادن لأول مرة، والتي أيضا تضاف إلى الجهات المتميزة من الجامعات ومراكز الأبحاث الوطنية. طبعا نحرص على هذا البرنامج بشكل كبير في مدينة الملك عبدالعزيز، بحكم أنه هو المغذي والرافد الأساسي لبناء علماء وباحثي المستقبل، حيث يعتبر هو الخطوة الأولى لاستقطاب الكفاءات الوطنية. الأهمية العلمية للبرنامج تكمن في استهداف الطلاب، بحيث أنهم تتسع آفاقهم العلمية، بناء الأفكار والتجارب على تسلسل منطقي وتحليل البيانات على أسس علمية صحيحة. التجربة أيضا تشمل زيارات ميدانية إلى مركز أبحاث أكاديمي وكذلك مركز أبحاث صناعي، فقد قام الطلاب بزيارة مركز الأبحاث البترول والجيوفيزيكس أو علم الأرض. موهبة يعني هي ليست مؤسسة حكومية بقدر ما هي أنا شخصياً يعني أقدر أنها كأنها محضن والدين، أنا أقولها من واقع القلب، يعني كلنا يعني موهبة تنتمي. الأثر يعني احنا سوينا بحث صغير عن مخرجات هالبرنامج، طبعا كثير من المخرجات هذه تعتبر كقايد للطالبة أو الطالب بحيث أنه يختار تخصصه الجامعي. هذا البرنامج فعلا متميز، بحيث أنه يجعل من الطلاب أو يري الطلاب كيفية الأبحاث أو إتمام الأبحاث في المعامل الخاصة بها. البرنامج على قصر الوقت المقدم، إلا أنه حرص على تقديم أهم المهارات البحثية في مجال علوم الحاسب الآلي مثل التفكير المنطقي والإبداعي الخوارزميات وتعلم الآلة. وقال سمو ولي العهد في مستهل الإعلان عن التطلعات والأولويات الوطنية: اعتمدنا تطلعات طموحة لقطاع البحث والتطوير والابتكار لتصبح المملكة من رواد الابتكار في العالم.